مع المايسترو. إذا نجدد تحية لكل متابعينا في كل أرجاء الوطن وخارج أرض الوطن، ونجدد تحية لمتابعاتنا ومتابعينا الكرام الأوفياء. وبالمناسبة نحب نوجه التحية للمستمعة والمشاهدة الوفية رجاء العزعوزي، ونقول لها يا رجاء إن شاء الله لاباس، تمر بوعكة صحية خفيفة إن شاء الله تمر بسلام. وللمستمعة الوفية شادية من قليبيا أيضا نقول لها ربي فضلك. وكذلك خونا منذر من تونس كان يهاتف فينا وبش يتدخل معنا إن شاء الله، يسلم عليكم ويسلم على الجميع. تحية لكل مشاهدينا الأوفياء، يؤمن لكم هذه الرحلة الفنية. تقنيا عن أخونا أحمد على الكونسولات، والخونا أيضا سيف الدين بولعراس على الأجهزة الرقمية ديجيتال، هو اللي لهينا بهم. وأخونا أحمد مخلوفي هو مخرج هذا اللقاء تقنيا، تحية لهم وإن شاء الله نعديه مع بعضنا أوقات ممتعة. إذن في بداية هذا اللقاء، بعد ما رحبنا بضيوفنا الكرام وبالقامات الفنية اللي هما معانا اليوم وبارك الله فيهم، نحب نقرب شوية المفهوم المايسترو. المايسترو بنسير هو جاي من كلمة لوماتر. لوماتر هو سلوي كي ديريج، يعني هو الذي يشرف على تنفيذ الأعمال الفنية. المايسترو متاعنا اليوم هو ربما نحن لا نلجأ إلى تصنيفات، والتصنيف دائما فيه ظلم. نحن نقول من أعلى ومن أكبر ومن ألمع ومن أشهر القادة الفرق وليديريجون دي زوركستر في العالم العربي الفنان المايسترو، وفي العالم أيضا لأنه يعني متلقي تكوين غربي وشرقي، ويفرحنا برشا ويسعدنا كثير أنه يكون موجود معنا ويكون يعني نحكي عليه بوجوده أو في عدم وجوده. نحن أوفياء لكل عمالقة الفن ولكل الأسماء البارزة في سماء الفن العربي والعالمي. من منا لا يعرف المايسترو الكبير سليم سحاب؟ سليم سحاب غني عن التعريف، لكن قلنا نعمل لكم بسط عليه ونتناولوه مع بعضنا مع ضيوف الكرام الأساتذة المتمرسين في الموسيقى، ونعمل عليه يعني حلقة خاصة، وهو عندنا باش يكون معنا إن شاء الله، يكون معنا على الهاتف بعد قليل. ولكن نحب نسمع مع بعضنا ملخص بسيط نتناولوا فيه بعض جوانب حياة الفنان المايسترو الكبير الدكتور سليم سحاب. نسمعه في هذا البورتري ثم لنا عودة، فابقوا معنا.
بعد الستة متاع العشية على الحياة فان. أهلا وسهلا، أهلا من جديد. إذن مستمعينا الكرام، متابعينا على إذاعتكم إذاعة الصحة بالقيروان من الجمهورية التونسية، إذاعة الحياة FM، كلنا فخر واعتزاز في هذه الأمسية الاستثنائية. نرحب كثيرا وإلى أبعد الحدود بالمايسترو الكبير الدكتور الفنان الموسيقار الكبير الأستاذ سليم سحاب. أهلا وسهلا بك أستاذي. أهلا، شكرا، وأشكرك على المقدمة الحلوة، رائعة يعني. قبل ما نبدأ الحديث، العفو، الله يبارك لك. شكرا. هذا جزء بسيط مما تستحقه أستاذي الغالي، هذا جزء بسيط. الله يبارك فيك، وهذا بالحق شرف كبير لي أنا شخصيا ولضيوفي ولإذاعتنا الفتية ولكل فنان في تونس وفي الوطن العربي أنه يتخاطب ويلتقي بكم عبر إذاعتنا أو عبر يعني أي لقاء بأي صورة من الصور، وأنتم شرفتونا في تونس مش مرة مش اثنين. العفو، يعني هذا من دواعي السرور ومن دواعي الشرف. من دواعي سروري وسعادتي أنا. الله يبارك لك. كنت في تونس. أي نعم نعم، وكبنا حضورك في تونس وشفنا تألقك ما شاء الله. أنت يعني في كل مكان تحل إلا سيادتك، يعني شرف لي هذا المكان وتنور. ومؤخرا كنتم في العربية السعودية أيضا، تابعنا نشاطكم أستاذنا، نشكركم على التواصل وبارك الله فيك. إذا قبل ما نبدأ نحكي على مسيرة الفنان سليم سحاب، نحن إن شاء الله من تعبوكش باش تبقى معنا فترة إن شاء الله جميلة، وباش يسلموا عليك ضيوفي تباعا. نبدأ بالأستاذ الفنان رياض عبد الله، عازف الكمان الأول في الوطن العربي وفي تونس، وقد زاركم في 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 صالون المنارة، ومعاك الأستاذ رياض عبد الله. عسلامة أستاذ سليم. أهلا أهلا أهلا، والله شيء مشرف جدا أن نتخاطب معاك على الهواء، وهاتف والله بدون إطراء وبدون رب. أنا كمان ربي يبارك فيك، وإحنا مشرفنا جدا، وربي إن شاء الله يطول في أنفاسك في الخير. شكرا. حتى تبقى ذخر لهذا النشأ ولهذا الجيل، وحتى يعرف سليم سحاب من هو الذي طور الموسيقى وطور قيادة الأوركستر، ولا زال ما شاء الله في صحة جيدة، وربي إن شاء الله يعطينا اللقاءات معك متكررة، ولنا بعض الأسئلة حتى لا نرهقك ولا نتعبك، وإحنا نعرف نظامك الصحي ونتابع كل شيء. شكرا. في عيشك، بارك الله فيك. أحسنت أستاذ رياض، بارك الله فيك. هذه مقدمة بسيطة لنا، عودة معك إلا القليل يا أستاذ سليم. طبعا باش نرجعوا لك في حوار مع الأستاذ. توا نمروا للكرونيكر الأستاذ المطرب الفنان مراد بشير، معك على الهواء المايسترو سليم سحاب. تفضل خويا مراد. تحية للمايسترو الكبير سليم سحاب. شكرا يا أستاذي. الله يخليك، وهذا شرف كبير اللي سمحت لنا الفرصة هذه باش نتحاور مع أبرز وألمع الشخصيات في مجال الموسيقى الراقية. شكرا، أنا سعيد جدا الله يخليك على الشخصيات الحلوة اللي زيكم من الفنانين التونسيين. العفو يا أستاذ. العفو، هذا والله شرف كبير لينا، ونحمد والله اللي تحت لنا الفرصة هذه. الحمد لله، نتحاور معك والحمد لله. شكرا أستاذ مراد. إذن من تونس نمر إلى بلاد الشام وإلى سوريا الحبيبة، وعنا منها ضيف حلو فنان جميل أنيق، صاحب ريشة جميلة ومثقف ودارس لأنواع الطب وأنواع الصيدلة والموسيقى، يعني هو ماخذ من كل شيء بطرف. زهير بدوي الفنان الكبير، يسلم عليك في هذا اللقاء يا أستاذ. مساء الخير استاذ سليم، وشكرا لكونك معنا، وانا كثير فخور اني معك اليوم، ويعني نشوفك بعين الكبيره، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اذا هذه مصافحه على الطاير مع الفنان المايسترو الكبير سليم سحاب. اذا من باب الضيافه وكرم الضيافه ان نعطيك الفرصه لكي تتحفنا شويه بمسيرتك الفنيه، ونخليك على راحتك تحكي لنا على بداياتك، على الفن، على توجهك، على اي شيء ممكن تتحفنا به في هذا اللقاء. تفضل دكتور. انا نشأت في بيت لا تنقطع فيه الموسيقى إلا أثناء النوم. ما شاء الله. فطبعا كانت هذه أول مدرسة أنا عديت فيها، وطبعا وهي أهم مدرسة، وهي يعني المسؤولة عن بناء نعم شخصية الإنسان
الثقافية، البيت هو أساس ثقافة الإنسان لا شك فيه. صحيح كذلك. يعني أبويا كان من الفن للموسيقى العربية، كان عنده مجموعة أسطوانات هائلة في البيت كبيرة. صحيح. أمي كانت معجبة، إلى جانب الموسيقى العربية كانت تحب الموسيقى الكلاسيكية. صحيح. الأوروبية. وهكذا جمعنا في نفس البيت حب الموسيقى العربية مع حبنا للموسيقى. جميل الكلاسيكية. جميل. وهذا تجلى في شخصيتكم بعدين. ما بالضبط، البيت هو أساس أي تربية من أي نوع، من أي نوع، كانت فنية أو كانت إنسانية أو كانت سياسية حتى أو اجتماعية. صح. كله. فبعد ذلك طبعا قويت علاقتي مع الموسيقى لغاية ما في سن 10 حضرت فيلم إيطالي عن قائد أوركسترا طفل كان عمره 13 سنة لما بدأ يقود الأوركسترا. وكان اسمه، وما زال طبعا مش عارف، روبرتو بانز. روبرتو بانز. نعم. روبرتو بنتي. نعم. فمن وقتها من سن 10 سنين جاءني هذا الإلهام أنه أنا لازم أبقى قائد أوركسترا. نعم. يعني سن 10 سنين وهذا الهدف عندي، وهذا الهدف عندي. طبعا والدتي رحبت في الفكرة، أبويا رفض، قال لي قبل ما تأخذ البكالوريا صح لا تفكر في دراسة الموسيقى. كان هذا حافز لي أني أدرس في المدرسة مع أني كنت ضعيف جدا في المواد العلمية. نعم. الرياضيات والفيزياء والكيمياء وكل ده، لغاية ما أخذت البكالوريا رحت قلت له أنا أخذت لك البكالوريا، أنا عايز أدرس موسيقى. قال لي أعمل اللي أنت عايزه. أيوة. يعني المهنة فطوار بيروت. أيوة. نعم. كنت طبعا من سن 10 لغاية سن 20 سنة انتسابي لمعهد الموسيقى كنت أسمع موسيقى كلاسيكية حوالي 5-6 ساعات في اليوم. ما شاء الله. طبعا صار عندي بجاج موسيقي كبير جدا سمح لي اني ادخل المعهد مع اني لا كنت اعرف نوتة ولا سولفيج ولا ديكتي ولا شيء. صحيح. اطلاقا. بظرف 4 سنين عملت برنامج 7 سنين، بعد ذلك الحمد لله جاءتني منحة دراسية للاتحاد السوفيتي السابق لدراسة الموسيقى. قعدت في روسيا 12 سنة. أول سنة لغات، ثاني سنة تحضير موسيقي. جميل. بعدين 4 سنين درست قيادة كورال أكاديمي. ثم بعد قيادة الكورال الأكاديمي التحقت بكونسرفاتوار تشايكوفسكي. بالضبط. لمدة 6 سنوات. 5 سنين أخذت فيها دبلوم بامتياز الكورال، قيادة الكورال أخذت درجة الشهادة بامتياز. نعم. وبكونسرفاتور تشايكوفسكي بعد 5 سنين أخذت القيادة بامتياز، قيادة أوركسترا سيمفوني وقيادة أوبرا. ما شاء الله. وكانت القطع اللي قدتها سيمفونية بيتهوفن الخامسة. الله الله. وكونشيرتو البيانو لرحمانينوف الثاني. وفي الأوبرا، قيادة الأوبرا قد باربيه دي سيفيل لروسيني. مسيرة حافلة. بعد ذلك. نعم. بقيت في معهد تشايكوفسكي سنة مساعد أستاذ. جميل. درست سجار ومساعد أستاذ. بعد ذلك رجعت إلى لبنان أواخر في ديسمبر 77. بديت نشاطي كناقد موسيقي من سنة 70. ووصلت إلى لبنان وبدأت أكتب في المجلات اللبنانية والصحف اللبنانية في مجال الموسيقى طبعا، لغاية 1980 أسست فرقة لبنانية لمشقة بيروت للموسيقى العربية. إلى جانبها كورال بيروت، كورال أطفال بيروت.
صحيح. فضلت هذه من سنة 80 لغاية 88 فرقة اللبنانية راحت على باريس، راحت على لندن، وراحت على سوريا، وجينا على مهرجان تستور. تستور نعم 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 مع الأستاذ صالح المهدي. أيوه كان الله يرحمه، الله يرحمه أستاذنا كلنا صالح المهدي، والأستاذ الصديق العزيز فتحي الغندة. فتحي الغندة كان ضيفنا في نفس هذا البرنامج الأسبوع الماضي يا مايسترو، كان ضيفنا في نفس هذا البرنامج في الأسبوع الماضي هو أستاذ فتحي الغندة. نعم. وأستغنم فرصة الحديث معكم لأوجه له تحية حب وشوق كبيرة. بارك الله فيك. وصلت. بعدين توصل. سنة 88 وعملت احنا هنا بنستأذن منك يا دكتورنا ويا مايسترونا الكبير. سنة 88 هي سنة فارقة في حياتكم، وانا مطلع على هذه السنة. 88 في فبراير، في فبراير حدث مهم جدا، في حدث مهم قبل 88. ايوه سنة 88 في 20 فبراير بعد اذنك باش نرجعوا لها بعد ما نهديولك هذا الفاصل الموسيقي من داخل الاستوديو، نعطيوك هديه ثم نرجع الى هذه السنه الفاصله في تاريخ العالم العربي ومصر وفي تاريخ المايسترو الكبير سليم سحابي. اذا نهديلك هذه المعزوفه المباشره من داخل الاستوديو مع الاستاذ الكبير رياض عبد الله والفنان زهير بدوي. تفضلوا يا استاذ. لا 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 يا استاذ احسنت احسنت برق. الله اذا الامانه بارك الله فيك استاذنا العزيز. ايش رايك فيه؟ رائع فعلا. ايش رايك فيه؟ نرجع للحديث بقى. ايوه بارك الله فيك. حدث عندي حدثين مهمين جدا. اولا ذهابي الى باريس مع الفرقه اللبنانيه وعملت حفلة في جافو بعد 6 شهور من تأسيس الفرقة.
ايوه وصالت كابوب بباريس، عملت حفله جميل. ثم سنه 80 ايضا قبل سفري الى باريس سجلت ثلاث اغاني مع الصوت الاسطوره فيروز طبعا. الله الله ثلاث اغاني وسجلت معها في الاستوديو من الحان الفنان الكبير فيليمون وهبي. طيب نحب نعرف بعد اذنك سيادتك، يعني اشرفت على قياده الفرقه او التوزيع او التسجيل او يعني مع فيروز كان فيش يتمثل يعني دورك استاذنا؟ فيروز عملت معها حفله واحده حيه لايف نعم في سوريا في مدرج روماني على حدود الاردن. الله الله عملت معها حفله كان الحضور 50,000 واحد. لا اله الا الله 50,000 فرج ما شاء الله قدس الفرقه. نعم نعم تستاهل استاذ طبعا، حاجه تشرف، شرف كبير. سنه 88 بقى الفرقه فرقه ام كلثوم موسيقى الفاصله بقى في حياتي. نعم جيت على مصر القاهرة وأقدمت ثلاث حفلات 3 و5 و6 مارس سنة 1988. نعم وكان هذا فعلا أعتبره ميلادي الثاني وبداية انطلاقتي العربية. نعم يعني خلوك في مصر. عرض علي البقاء والاستقرار في مصر، كان قرار صعب جدا وهذا كان معناه انه ابدا من الصفر من جديد، يعني ابدا من الصفر. ولكن اقتنعت اخيرا بالفكره وبدات اعلم في معهد الموسيقى العربيه في اكاديميه الفنون في القاهره صفوف الماجستير والدكتوراه تاريخ الموسيقى العربيه والقوالب الموسيقيه العربيه وتاريخ الملحنين والى اخره. يعني عمل اكاديمي كبير. سنة 89 نعم استمريت في التعليم في المعهد واسست في دار الاوبرا الفرقه القوميه العربيه للموسيقى. ايوه ما شاء الله. بعد 40 يوم من تاسيسها اشتركت الفرقه بمهرجان بابل في العراق وحازت على الميداليه الذهبيه والفضيه. الله الله الله. بعد 40 يوم من تاسيسها. بعد 40 يوم فقط. 40 يعني يوم فقط. يعني شغل ليه من هالأخير عليك أستاذ. بشير معنا قاعد وحدد لنا، تخيل حدد موعد حفلة لفرقة غير موجودة لسه. نعم. بعد هذا الكلام أسست الفرقة وسافرنا وحصل اللي حصل، ومن وقتها أنا في القاهرة قدت الفرقة القومية لغاية 2015. سلمت بعدين للشباب، إلى جانب الفرقة القومية أسس كورال الأطفال من 250 طفل. ما شاء الله. نعم. 250 طفل. طلع هذا ال- 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 الكورال الأطفال طلع منه أهم مطربين الحاليين في الوطن العربي. حتى شيرين كانت معاه. شيرين عبد الوهاب. نعم. وأحمد أحمد عفت. لا أحمد عفت. كان معاي بالفرقة القومية. نعم. يعني ريهام ومي فاروق. ريهام عبد الغني. نعم. واحد مغني مشهور جدا الأسماء بتطير من. نعم نعم نعم. بكون بتكلم. المهم دول بقى المشهورين في العالم العربي وغير ده ثلاث أرباع مطربين الأوبرا المصرية الآن هم من خريجي كورال الأطفال. الحمد لله. وفي موضوع ثاني ايضا دكتور في كورال اطفال مصر، يعني اطفال مصر هذا يعني حكايه ممتازه ويريت يعني كل يعني هذه التجربه تمتد عبر الوطن العربي بصراحه. نعم جميل، عمل انساني جميل، احسن شيء عملته في حياتي. صحيح هذا في حياتي كان انشاء مثل هذا الكورال. كورال جميل. استعملت الموسيقى كوسيله اجتماعيه. نعم وليست كهدف. صحيح صحيح. كان عندنا الأطفال طبعا دور الرعاية ودور دور رعاية الأطفال يعني من جميع الأطفال المهمشين اجتماعيا نهائيا. أيه. وطبعا كانوا عندهم عقد نفسية إلى ما شاء الله، يعني عقد كتير.
فكنا كنت أظن أني أنا سأحتاج إلى طبيب نفسي علشان أعالجه. وثبت لأنه الموسيقى كافية كفيلة لعلاجه. صحيح أنه تعمل عجائب. صحيح. كان عندي طفل أطفال عندهم التبول لا إرادي. صحيح. توقف هذا الموضوع عنده نهائيا. كان عندي أطفال بتأتئوا البكيين بتأتئوا صاروا يغنوا سولو قدام الميكروفون. آي ما شاء الله. أي صحيح. حفلات. صحيح. وسيلة. والناس عندهم توحد صاروا يساعدوني بالإشراف على الكورال على زملائهم. ناس تخرجوا من كلية الإعلام. واحد كان يمسح سيارات في الشارع صار دكتور بايوتكنولوجي. صح صح صح. نذكر الفتاة الجميلة الممتازة نجلاء فتحي إذا تذكرها. أيوة نجلاء. لا مش نجلاء فتحي. نجلاء فتحي الممثلة. لا مش ممثلة. هذه اللي عملت ماجستير صحافة. اللي عملت ماجستير صحافة. الولد هذا الدكتور الكلية بتاعته تبعته تبعته يمثل الكلية في المؤتمرات الطبية العالمية. تخيل. جميل. باش نسمعوك أغنية أستاذنا الكريم لأنه يعني تعرف فقراتنا فيها شوية مراوحات غنائية. أغنية لمطربة أنت تحبها كثير 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 وثم نعود للتعليق وللكلام حولها. تعرفك أني بحبها. أنا متأكد. أنا متأكد. وأنت لما نرجع بعد الغناء قولي تحبها ولا مستحيل ما تحبهاش. نسمعها ترى. نسمع ثم لنعود.